السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في قناة التعلم عن بعد لمادة الفنون البصرية للصف الثاني الابتدائي الدرس الخامس. دعونا الآن نكتشف عنوان درسنا لهذا اليوم من خلال حل هذه الأحجية: شيء يطفو على سطح البحر وينقلنا من شاطئ لشاطئ، ما هو يا ترى؟ أحسنتم، رائعون، القارب. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم القارب. أهداف درسنا لهذا اليوم: الهدف المعرفي، أولاً أن يعدد الطالب أنواع الخطوط المختلفة، ثانياً أن يتعرف الطالب على مجموعة الألوان الثانوية وكيفية تكوينها، الهدف الوجداني أن يميز الطالب الألوان الثانوية عن غيرها من الألوان، الهدف المهاري أن يرسم الطالب قارباً بأنواع الخطوط المختلفة مستخدماً الألوان الثانوية. أحبائي الطلاب، هنالك العديد من أنواع الخطوط المختلفة في البيئة المحيطة بنا، دعونا نستعرضها: الخط المستقيم، الخط المنحني، الخط المنكسر، الخط الملولب، الخط المتقطع، والخط الحلزوني. عزيزي الطالب، تأمل معي الصورة التي أمامك وفكر بأنواع الخطوط فيها ودونها. أحسنت، رائع، الخط المنحني، الخط المائل، والخط المنكسر، بارك الله فيك. هيا بنا نتعرف على كيفية الحصول على الألوان الثانوية من خلال الألوان الأساسية. كيف يا ترى؟ كيف يمكننا الحصول على الألوان الثانوية من خلال مجموعة الألوان الأساسية والمتمثلة باللون الأحمر واللون الأصفر واللون الأزرق؟ دعونا نتعرف. عند مزج لونين من مجموعة الألوان الأساسية نحصل على لون ثانوي. دعونا نكتشف. عند مزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق، ما اللون الذي نحصل عليه؟ أحسنت، رائع، إنه اللون البنفسجي، وهو لون ثانوي، بارك الله فيك. يا ترى ما اللون الثانوي الذي سنحصل عليه عند مزج اللون الأزرق مع اللون الأصفر؟ رائع، إجابة صحيحة، اللون الأخضر. اللون الثانوي الناتج من مزج اللون الأحمر مع اللون الأصفر هو، أحسنتم، رائعون، اللون البرتقالي. من خلال مزج لونين من مجموعة الألوان الأساسية نحصل على مجموعة الألوان الثانوية. أبطالنا المكتشفون، جاء وقت التجربة. دعونا نشاهد هذا الفيديو والذي يمثل كيفية الحصول على الألوان الثانوية من الألوان الأساسية. الأدوات المستخدمة في التجربة: ألوان طعام مجموعة الألوان الأساسية، أكواب بلاستيكية، وماء. هيا بنا نستمتع. Thank you.
مصطلحنا الفني لهذا الدرس: الألوان الثانوية هي ناتج خلط مقدار متساوي للونين من مجموعة الألوان الأساسية. دعونا نكرر سوياً: الألوان الثانوية هي ناتج خلط مقدار متساوي للونين من مجموعة الألوان الأساسية. أحسنتم، رائعون! فناننا المبدع، تأمل الصور المعروضة واكتشف القوارب التي تحتوي على ألوان ثانوية. أحسنت، إجابة صحيحة! أحبائي الطلاب، شاهدوا الصورة التي أمامكم وأجيبوا على الأسئلة التالية: ما هي مجموعة الألوان الثانوية الموجودة فيها؟ أحسنتم، بنفسجي، برتقالي، وأخضر. ما هي أنواع الخطوط الموجودة فيها؟ رائعون، منكسر، مستقيم، ومنحني. بارك الله فيكم. الهدف المهاري: أن يرسم الطالب قارباً بأنواع الخطوط المختلفة مستخدماً الألوان الثانوية. الأدوات التي نحتاجها: قلم رصاص، ألوان خشبية، مسطرة، وممحاة. فنانون المبدعون، دعونا نستمتع بمشاهدة فيديو رسم القارب.
أمامكم مجموعة صور لبعض النماذج الفنية لرسم القارب، تمعنوها جيداً لتستعينوا بها في رسمكم. واجبنا لهذا الدرس رسم قارب باستخدام الخطوط المختلفة وتلوينه بالألوان المناسبة ورفعه على برنامج التيمز. وفي الختام، إلى اللقاء، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، ودمتم بكل خير.